السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. الحين صبحكم الله بالخير في ليلكم أنتم. إي والله. مساكم الله بالخير. خيبة. ليش أسوي أنا؟ حركت بلاش؟ كل شيء أبوي أدنى تدون الدقة نقع. هنمون حد من العرب. حد من العرب ما يتحاجى. باروت. من تقول له لا إله إلا الله قال عليك غضب الله. من ترمسه كلمتين بق في وجهك. من تقول له عينك أحسن من هاي كلك. مالهم بارد حد من العرب. أبوي كلها العرب صايمة وكلها تذكر الله وكلها أبوي تصوم وتعتمر ويشتغلون في الشوارع في القيض وفي الحر وفي الزر. ما يسوون هالنمونة. ما يسوون هالنمونة أبدا. الآدم يطول باله، يغدي باله شوي من شرح، ياخذ ويعطي في الرمسة. كلمة الثانية نحن صايمين، ما حد صايم لهم، ما حد صايم لهم، بس الصيام مكتوب عليكم انتو. الناس بوي كلها تصوم غير ما حد يغلي باروت. دقني بنقع احد من العرب غادي دقني بنقع. من الدقة بق حرك تبلش تلقط ويوهم دخل غادين واحد ويهم كشخن. لا اله الا الله. اقول لكم خلاص عمل هنزل بامس وياكم. ادري بعملين اني تاخرت وهاي الرمسه كلها سويتها شي عسب ما تقولوا لي شو اخرك هكذا اليوم. زين شو اسوي؟ خبروني. ما بيدي حيل. ما بيدي حيل. اموري وايده وسيره ويجي ويلي تطالع المسجات وهقوم غسل لبس سم القفاز، لبس بشاشير القفاز، لبس العمال اللي عند القفاز. والله يا ابوك ما لبس مقفاز ولا عندي خبر، لا داني القفاز ولا ريت القفاز. هاي مشكله. شل عنكم سالفنكم؟ واحد قال لي والله مطش لي مسج، قال حالي تقول لك غسل لبس بشاشير قفاز راس بنته كله قمل. ترى شو عرفكم بهد؟ حبيب كيف حالك؟ هذا السمبوسة صار الحبيب باشا. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. سمبوستنا نحن ترى العيين روحنا خدمة. روحنا العيين يعينون ويرقون من رجب وشعبان شهرين قبل. من قبل رمضان بشهرين. من رجب وشعبان يرسون ابويه يعينون ويرقون يفرزنون. لكن ال ال بس يفرزنون العيين كل ويب بويبته وخلاف يظهرونه اللي حق اليوم بيلفون الضحى اظهروه من البارحه. يفتش عن الثلج. من يفتش عن الثلج حشو يسوون ثلاث اربع نمونات. كل نمونه لحد من الصغاري صاحب والصديق. يعني المهم ان سمبوستنا ابوي ما تشرب دهن. ليش؟ لانها عينة البيت ما بعينة دكان وشغلة طويلة عريضة. اصعب عينة في الدنيا العودة هي عينة السمبوسة. شغلة متعبة فوق ما تتخيلون. وكم مرة امني الفلورز واقولهم بنرويهم ايش قال عينة السمبوسة مالتنا يا غير اتعايز لانها شغلة طويلة عريضة. يعني عينة السمبوسة شغلة الله مغني عنها. ما اللحم شوربة لحم الكويكر العادي وانا ما بقاعد لك اظهر لي من كرشه العيل. شو كثر ما بقاعد اظهر لي كرشه مال العيل. العيل ما بقاعد قلت لك ولا ما قلت؟ اي عبر انا هكذا انت رمضان خلاص بعدين والله تك انت نحيس نحاس اللي في الدنيا كلها. شوف ايش قاعد يغدي السمبوسه غير نمر ثاني. لا فيها دهن لا عندك لا اليك لا همك. الله نسوي ثلاثة. كم نمونة اليوم سمبوسة حبيب؟ ثلاثة نمونة. شو؟ لحم وجبن وبطاطا. إيه لحم وجبن وبطاطا. إيه. حد يعيب هالنمونة حد يعيب هالنمونة. الدنيا مطرجة. Thank you. Welcome. شو اللي هني معزول؟ هذا جبن. جبن. وهذا؟ لحم وبطاطا. هذا البطاطا وهذا؟ لحم جبن. وهذا أكله هناك شو؟ هذه قطعة يعني زيادة. إيه. كله كامل 500. بارك الله فيك. شكرا.
كم أفرح وكم أنبسط يوم أدور شيء ولأني يجيني في نفس الوقت. البارح حطيت الخبر أني بحاول أني ألقط الكيس مال الفيفاي على أساس أني أحط لكم نوع البذر شو اللي أنا أستعمله اللي أقول لكم ميوب من كيرلا. فسبحان الله أحد المتابعين محتفظ به طرش لي إياه، ما أدري عاد ريال ولا حرمة، يكتبون A B و 666 ولا C B وما أدري شو أرقام، فما أعرف يعني هل أنا ريال أو حرمة. المراد إن البذر وحصلنا القراطيس مالات، وأي حد أبوي عنده حد في الهند يوصيه يراوي القرطاسة هذه الصورة ويجيب منها النوع، يسمون سويت ليدي، اسم النوع من الفيفاي هذا سويت ليدي، ما يستوي في بذر، بذر داخله ما شيء، أي شيء في فاية فيها بذر تاكلها عرف إن هذا مش نقي، مش يعني مش من نوع اللي مبعدين عن الأمراض والأعواق والفطريات، وهذا من اللي مزرع مال اللي يزرع على قارعة الطريق يسمونه الفيفاي اللي بلية بذر، هذا اللي هو يظهر من الجامعات في الهند وفي بلاده من المعاهد اللي يسوون له تنظيف ويحسنون من وضعه ويغلي صحي ويغلي زين، هذا هو. ما بالمعالج جينيا، نحن ما نطلع عن المعالج جيني، بيظهروا لي عاد الحين المتلجفين هاي اللي ياسين لك معرض رشق بوشاق يغدي لك الواحد، لا هذا ما ادري شو، هذا جينيا وهذا لا جينيا غير، وهذا معالج. المعالج يعني حاط مسوي له علاج، مركبين له دويات، وهذا انه يعني يقاوم الافات ويقاوم الحراره ويقاوم السقيع يعني من الاشياء هاي، لان الفيفاي يعشق شيء اسمه رطوبه، يتخبل على رطوبه، فلذاك يستوي. نشأت الفيفاي في البلدان الاستوائيه، شيء قد قال علي نوع انا من امريكا، والله ما اتذكر شو اسمه، له اسم غير ما اتذكر والله شو اسمه، وحجمه بعد احجامه تختلف، لكن هذا هو حاليا اللي زارع لنا يعني من 10 او 15 سنه، كل سنه هزرع منه. العام سويت منه جذور اشار سويت منه، اي والله اتغضى قطعه، يوم يكثر شو تسوي عاده؟ قلت قطعه وتسوي بها اشار. لكن السنه الحمد لله تو ان شاء الله مجبل السنه بخير. اقول لكم والله انها نشبه يمين التعليقات، قال كيف يعني سمبو سما في دهن وانتم مجلين بدهن؟ اي نعم، وايدين اللي يجلون السمبوسه بدهن، لكن من تقرض السمبوسه ياك الدهن اندحق يا غير مح في ثمك، لازم يصل في ثمك دهن ريج صاهر. نحن ما نطري هذا، نحن نطري سمبوسه، نحن اذا تخدم عينه في البيت وراعي العين يعرف طريقه العيان وطريقه ان الدهنه ما تتشرب، العينه ما تتشرب الدهنه، فلذلك السمبوسه حاف داخله ما يشرب دهن. لا فرق بين من البياعي يخدم في البيوت، فانا اشجع كل رواعي البيوت وكل حد عنده بيت سمبوستهم يخدمون عينته في البيت. نحن غيرنا حتى الفرني اللي هو الفرني يغسلون العيش، ومن يغسل العيش يبسونه ويطحنونه يخلونه حق رمضان للفرني هنمونه. ما حد يشتري طحين من السوق، ما حد يشتري طحين زاهب، لا يغسلون العيش ويهبونه ويطحنونه يخلونه بيواني ويستعملونه بوسائل رمضان بكبره حق الشو للفرني للطقوس. الفرني يسوى بس حليب ريج، حليب بقر، ويا حبذا لو كان حليب بقر جرسي، ويطبخ 3-4 ساعات على الضوء، 4 لو 5 ساعات يطبخ على الضوء الفرني لين يصير وينضى. ما بكودوا وعينوا صبوا فطوس قالوا كلوا الفرني تحرى جبس يطيح في بطنك، لا الفرني لين يصير وينضى ياخذ 3-4 ساعات على ضوء قاصره، وما يحوثونه بمل ينحاث بملاس، ينحاث بمضراب، شفت مضراب الهريس شرات له كان غير نمون شوي اقب عنه وهي خفيف ما يغدي متعب للي بيحوذه، ويازم حد ابوي مرتكز معالي راسه الجدر مال الفرني
بالثانية يد ما تطيح، يتعاونون عليه بشكارتين ثلاث، طباخين ثلاثة، يصير حد يصير حدي. هي جدر الفرني هذا اللي بيخدم، بتسوي شيء، تسوي شيء يبيض الوجه ولا تسوي، وبتعطي شيء اليمن، بتندب اليارك عندب الشيء الزين، لا تندب اللي بايت وخربان وشفته ما تبا. عطول فلانيين زي ابوي فلانيين ما بدرام كترة، هاي الأوادم مسلمين، عطول فلانيين صدقه، هاي ابو ما بصدقه، هاي نقمة. حد من العرب هنمون من يزيد عنده الشيء ودوا حق الفلانيين، لا عطوه من وجه الجدر، يعطي من وجه الجدر، يعطي مثل ما يعطي عياله وامه واخته واخوه، يعطي مهنمونه ولا لا يعطي، يعطي الشيء يوم بيكمل يومين ثلاثة اختراب وما حد كان عنده، بتعطيه يارك وصديقك، لا بتعطي يارك وصديقك، بتعطي من الشيء اللي انت تحبه لنفسك، حبه لغيرك. الناس ترى كلها تعرف وكلها يعرف، معلوم ترى الناس فيها عقل وحواس، والناس يخيلون يردون الشيء في وجهك انت يا راعي البيت هذا يوم بطرت لهم الشيء القاصر، يخيلون تربيتهم تيودهم انهم يغدون بيعاري ويعايرونك، يقولوا بلاك بطرت لنا شيء خربان ولا مبزين، يخيلون يستحون، مسوي لك قدر، مسوي لك قدر، انت ما قدرت منهم او انت ما قدرت من اليار، اندبتي لهم في صحن معفص، اندبتي لهم في صحن مكسر اغطاه خربانه، ما عندك لا ترشين، ما حد عذر، مش واجب. من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، الانسان اللي عنده بيسوي بيعطي، وبعطي بشيء زين، ما بعطي صحون مثلمات ولا شيء مبزين ولا شيء خربان، وبعطي صبري على نفسي ولا صبر الناس علي، ما شيء قال اني انا اندب حق يوم بيخترب عندي شيء اندبه، لا عيب. حسنة يتبعها اذى، حسنة يتبعها اذى، لازم الحين انتو حتى رجلكم شيء تتلومون، لازم تندبوا له، ما عليه لو موجود، لكن ما عليه عند الله ساعة، ما طرشت اليوم بطرشون باكر، عقب اسبوع، عقب شهر، عقب شهرين، ما بلازم، ما بفرض، ما بفرض، ما بفرض، ما قلنا ما اندبت لهم وعيانهم خلايا، ما بمشكله، مش عيب، لان ماشي من الانسان ابوي كلمه تدفع الله الشر والبلاء عنكم احسن من انك تطرش لهم شيء وهو ما يوزلهم، او انت تعرف انهم ما يدانونه وتطرش لهم، تعرف انه ما يوز وتندبه لهم، تعرف انهم ما ياكلونه هذا وتندبه، يعني اسم لا، كلمة تدفع الله الشر والبلاء، جزاكم الله خير، هذه تسوى الدنيا كلها، أخير من أنك ترزلهم في بيتهم رمح شيء ما يدانونه. وين؟ موجود. السلام عليكم. أهلا. How are you؟ فاين. شو؟ فاين. ألو فاين بعد شو؟ فاين. الحين شو بتسوي؟ الحين؟ إيه. تشتغل ماي. إيه، هذا تيم مال ماي. نعم. الساعة 3. واحد مرة قبل الساعة كم؟ الساعة 12. 12؟ الساعة 12 حتشغلت، أمس قال لك 11 أنا. ما علي خلا، لا الساعة 11 والساعة 3 مرتين. ابتدى الرذاذ. والله إني أشوفها واضح. شراته ما أرى مسكون، كيف التليفون ما يظهر؟ ما أدري كيف تي. يعلم بحر النيشان. كان سبحان الله ما يبين عبارة يعني مطر كذيبة ما شاء الله هني أنا أشوفها واضح رقم واحد كان ما يبين في التليفون وما يبين أبدا أنا صدق إنكم ما تشوفون أيوة كبرنا سوينا لكم زوم لازم بيبين الحين حني يشتغل هالمكان دقيقتين الساحبة هذه ويرد يشتغل بندور الطرف هذا ويشغلوا الساحبة هاي بعد دقيقتين أو شامبي يا أبو المرق شل سمونه وسمونه إيه شامبي يا أبو المرق شل كراعة ونقاط من ناكي
تشوفون عاد تقول ما يبين، يبين ونص. والله اني ودرت الخيميه الداخلي عند الزراعه، عيبتني الحركه. احنا كم من سنه، من سنتين، هاي السنه الثالثه الحمد لله رب العالمين. ترتوي الارض ويرتوي الزراعه، تنظف ابوي عن الغبار. خرست عاد كان تبون الصدق. اي نعم ودرت يا بس اصبر لا تشغلين اظهر، يلا بند يلا سر بند عادي بظهر انا. انا المطر بعوده كسر حوي سعوده، يا انا المطر بعوده كسر حوي سعوده. بس خلاص الحين تسكر الطرف هذا الحين يتسكر، يشغل الطرف الثاني. بس بعد دقيقتين ويتبند ماشي، حتى درام واحد درام 100 قالون ما يصرف، 100 قالون ما يصرف. تتنعوش الزراعة والحمد لله رب العالمين. الدنيا ابوي راتبها محول. كل منا والجميع يعرف ان السجن والسجون فيها ناس، اكيد فيها ناس، ما بضروري اللي في السجن يكون جاتل ولا ناهب ولا صارج. حد من العرب وحد من الناس سواء كان من داخل الدولة او من خارجها موجود ابوي عندنا، يعني مواطن ولا اجنبي، يكون وجوده في السجن غصبا عنه مش بارادته. استوى عليه ظرف، استوى عليه دين، استوى عليه مشكله، استوى خسر، تدين، تحين، استوى له ظرف من الظرف هاي. هذا يازم ابوي في السجن لين يتادى دينه. بتقولون لي تدي الحكومه؟ نعم حكومه تدي. كم بتدي الحكومه؟ كم بتدي؟ كم بتدفع؟ كم بتسوي؟ المساهمه المجتمعيه في سد ديون المحتاجين من نزلاء في المراكز العقابية، أحس أن هذا واجب مجتمعي على كل إنسان مقتدر وعنده القدرة. يوم ما بالكثير حتى الجليل لو حتى 20 درهم، لو 20 درهم ترى قطرة على قطرة يظول غدير. هم ضرر استوى عليهم شيء، المهم معقوقين في السجن، لأن راعي البنك ببيزاته والدياني ببيزاته، ومن عفى وأصلح فأجره على الله. هاك اللي بيع فيه، هاك شيء آخر. عشرات الناس تتجاوب وتبى ترد الوادم اللي في السجن، اللي عليه 2000، اللي عليه 5، اللي 10، اللي عليه كثير ولا قليل. فصندوق الفرج هذا أنشئ من مدة طويلة، وكل سنة يظهرون آلاف. هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى وفضل المحسنين. كل حد يطرد شيء ويدون يتأدى عنهم، ما يأدون عن اللي مسوي ما أدري شو شيء منقود ولا شيء مبعد، لا يدون على الإنسان اللي توهق قل عرف ولا ما كان مركز، أو سبحان الله دي إنسان دعم بالخطأ، أو سبحان الله يعني يستوي لبنادم فيكون معقوق في السجن من كذا مدة. فمراكز العقابية هاي التأهيل، ومنها الآدمي يرحم نزلاء المراكز العقابية. دامك أنت بإمكانك أنك تساعد، والأجر عند الله سبحانه وتعالى. في كثير من الناس تساعد، ونحن بقى الزود السجناء المعسرين هكذا خذوا عقابهم، باجي حين يدون الحق العام أو اللي عليه هدية ولا هذا، كم يسوى في الأيام المبروكة؟ الأيام المبروكات يوم أنك أنت تساعد في الإفراج عن شخص يرد لعياله، أو يصير بلاد ما عنده حق تذكرة، أو يصير يدي لو شيء بس ترى اللي عليه دين، ترى الدين دين إن كان كثير أو قليل،
أنت من تساعد فيه رب العالمين يكتب لك، يكتب لك الأجر. كم يسوى فرحة عياله يوم بيشوفون أبوهم ولا أختهم ولا أخوهم؟ ترى شيء من الزراء السجون العقابية في ذكور وفي إناث، في حريم، في حريم عليهم ديون، في ريايل عليهم ديون، في شباب عليهم ديون، يبون يردون لهاليتهم وتنقصهم المادة. الله الله فيهم، باللي الله مقدرنكم يوم ما بالكثير الجليل. حتى يوم شيء اللبو رب الأسرة في السجن، صندوق الفرج يعيل منه، يعيل أسرهم. يوم راعي البيت الكديد اللي يمير البيت واللي يسيده ويميده، هذا أبوي في السجن، منو اللي يمير البيت نيابة عنه؟ صندوق الفرج، يصرفون على البيت من مير وكهرباء وماي، يعني يعطونهم اللي الله كاتب إنه، فيسيرون أمورهم. هذا كله فضل الله، وثم فضلكم أنتم. يوم بتعطون صندوق الفرج، صندوق الفرج هو أبوي بيفرج على الناس المعسرين اللي ما عندهم حد يكد عليهم، لأن اللي كد عليهم في السجن اللي دبغ عوده. فشو بيسوون؟ يخلون العيال يضيعون؟ لا، فضل الله وثم فضل منكم أنتم، بتسدون حياتهم. إنسان يروم يعطي شيء، يعطي، ما بضروري كثير، قلت لكم، حتى لو شيء بسيط، لو 10 ربيات 10 دراهم يسوون شغل. بنحط لكم الأرقام، واللي الله مقدركم عليه أنتم ما بتقصرون. بارك الله فيكم. فكم يسوى، كم يسوى يوم اللي في سجونها انت بتهدون باللي الله مقدركم عنه بتهدونه، زين؟ وبيعيد الواحد، واللي بتعيد الحرمه عند اهلها وعند عيالها، بيعيد الرجل عند عند امه وعند ابوه وعند اخوانه وعند عياله وعند حرمته وعند بناته. هذا كم يسوى؟ كم ملكم الاجر يوم بتساعدون ريال او حرمه يردون، يظهرون من السجون ويعيدون عند هاليتهم يوم بيازم عيدهم في بيوتهم؟ كم لكم من الأجر؟ إن الآدمي ترى شين إن الواحد يعيد في غربة أو يعيد في سجن، والأخص حين هالأيام المباركة. سبحان الله، كم لكم من الأجر؟ مساكم رياضي، مساكم نشاط، مساكم أبوي شيء زين وفنان وغاوي. المرأة اللي يتحرى أبوي الحريم أو البنات هالزمان ما يدخل المطابخ، هذا ترى غلطان. أكثر من 70% من اللي أنا أعرفهن وأسمع عنهن وأسير وي على بيوتهن وأسير عليهم وأعرف أخوانهم وأعرف ريالهم وأعرف هاليتهم، 70% أو أكثر كلهن أبوي يسيرن المطابخ، يشرفن ويطبخن ويسوون الأشياء اللي في الكتيبات واللي تعلمنهم من أمهاتهن وخواتهن وعماتهن وخالاتهن وأمهات ريالهن. هذا كله موجود. اللي يقول هالزمان بنات هالزمان ما يدخل المطابخ، تراه كذب من حبه لين مشى، كذب من يابته امه لين اليوم. هذا الكلام مش طبيعي. انا بحرتيل ويخليني ارمس من وطنكم. حتى الجامعيات الطالبات اللي بنات 17 و16 و18 كلهن ويجيبن كتيبات من جميع انحاء العالم، ويسوون ويستخلصن ويظهرن خلطات وأشياء ونكهات للأكل إضافة مش موجودة أصلاً، روحن يبتكرنها. فهذا شيء وايد جميل وإبداع. فيجب على كل ولي أمر وكل أبو وكل أخو وكل ريل يشجع البادرة هذه. ما بكخ وتف وما يتشاهد وما لا لا لا، شجعوهن فقارة، شجعوهن. ما عليكم مني أنا ورمستي، أنا سوي تعليق أفضحت وسوالف ويا الوادم، زين؟ لكن أنتم أبوي لي في البيوت، شجعوهن، شجعوهن، بيبدعن، بيسوون اللي ما حد سواه. وصلنا ابوي اطراف مدينه محمد بن زايد من المشي، وكل بيت تبارك الرحمن يبيع ويشتري في الثاني. يا الله يا رب تدوم علينا نعمه الامن والامان، بيوت مرتبه ومعدله وما زين. البيت اللي جامع الاسره، ما بكل حد ظاهر على روحه براسه، لا، البيت اللي جامع اللم واللبو والعيال وحريم العيال، يكونن على كلمة وحدة ومتفقين على عيشتهم وحدة، متفقين على اتفاق واحد، يجمعوا وحدة،
كم يسوى هذا الوضع؟ شيء جميل لله الحمد. المشي والرياضة والسير واليي هذه قبل تخلص كنت من السموم والفات والشحوم وهذا اللي فيك، لا هذا كله بوي أنت المستفيد الأول والأخير. كيف بتقولون كيف يخلصك أبوي من الطاقة السلبية اللي من تنزج ناس في ينبك، بتفتك عليكم السلام، بتفتك من الطاقة السلبية هذه ينبك يا البنادم مجنوز مجنوز لين عينه، كل طاقات سلبية في المشي والسير واليي يفكك من الصدع والديان، تتخلص منها بطريقة سريعة. أي جسم إنسان خامل ما في حركة ما في سيرة ما في نشاط، هذا يخلي الطاقة السلبية اللي فيه تنجلب، ما بلا طاقة سلبية ينجلب إلى يهد ومرض ووسواس وطحنة الزمان. يقولوا لي بلاك كل دومك تضحك وكل كل دومك متبسم، أبوي هذا الطريق الخروج من الكبت والطاقة السلبية اللي فيه. كل من ضحكت وابتسمت ومشيت وانت ما تبالي من زيد ولا عبيد ولا الكلام القاصر وفكيت عمرك بالصدع والديانة، هذا كله بوي تظهر الطاقة السلبية اللي في ينبك يا الإنسان، جسمك بيتطرطر بيتفتق من كثر الوزع اللي فيه، من كثر الطاري والسير واليي، كثر ما تروم فك عمرك من الطاقة السلبية. كيف بتفتك من الطاقة السلبية؟ في حال انك خليت الابتسامة والرياضة هذا ابوي حياتك، ابشر بالخير وابشر بالفرج وابشر انك لقنا المطار. الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بالابتسامة، ان تتخف على واحد يبتسم شو شعورك بيكون من تشوفه مبتسم؟ روحك انت بتحس براحة، ما بالك اذا انت مبتسم وتلقط حد قدامك مبتسم، فتازم حياتك كلها ابتسامة ابتسامة. فلذلك رب العالمين يبعد عنك الطاقة السلبية اللي في ينبك واللي في الجسم كله، كله من وراء الابتسامة. الصلاة تخلص الجسم من الطاقة السلبية، فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها قرة عيني. السجود مرحبا، هلا ابوي سلام عليك، منو هلا وياك هالفنان هالبنيه الغاويه تعب خلي بحبها، سلام عليكم سلام عليكم. ايه طشونه، سلام عليك يا طشونه، شو اسمها؟ شيخه. وهاي شي شماني، سلام عليكم. الله يحفظها ان شاء الله يبارك فيك. مرحبا مرحبا. السجود والإطالة في السجود يجيب الراحة النفسية، تازم الإنسان خالي من الهموم والغموم، تازم فاضي من الطاقة السلبية الموجودة فيه، هذا كله مباراة السجود والإطالة فيه. براين يصور بيته قال لي هي براين شو ما شاء الله هالريال رياضي، فلذلك مسوي أبوي ها ملعب سلة في بيته تبارك الرحمن، وبيته فنان تبارك الحوض وين هذاك المغلق حوضه؟ ما شاء الله ما شيء عاد الحين ما بروم، يلا في ذات الرحمن ما يبى ابوي الريال حد يصور، قال لا تصورني لان ما بمتعدل. الله يحفظك ما شاء الله تبارك الرحمن، يا الامطار مطر 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 صبيب ها تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. هذا من العوامل اللي تخوز الطاقة السلبية، هذا من العوامل اللي تخوز الطاقة السلبية في جسم الإنسان، وبالأخص يوم تمشي والمطار يدق عليك. حد من العرب يغدي أشكم اللي مطلقة، أشكم اللي مطلقة، أدنات الدون يتشكى لزيد وعبيد، كأن الإنسان هو اللي بيفيدك، الإنسان ما يفيدك، يفيدك الله سبحانه وتعالى، هو المرزج هو المعطي، أنت شكواك لله تخليها، ما تشتكي العبد تشتكي لله، لا الله سبحانه وتعالى هو يعلم بحالك انت، البني ادم هذا اللي قدامك هذا الله مفخرنا لخدمتك انت، فشكواك اول بادي لله، ما تشتكي للعرب، الناس ابوي بيشوفونك تتشكى الا عندي الا ما عندي الا حالتي لله، من يعني كلمة الحمد لله هي هذه تجلي الصدر وتبعد الهم وتبعد الغم وتشل الطاقة السلبية من ينبك عن بكرة أبيه، ما يتم في ينبك إزنه من الطاقة السلبية، والسب الشو كلمة الحمد لله.
ولئن شكرتم لأزيدنكم، هذا كلام رب العالمين، ولئن شكرتم لأزيدنكم، لأن بهالطريقة رب العالمين بيسر أمورك. ودر عنك مطالع الناس اللي من غير، مطالع الناس اللي من غير، ودره ولا تفتكر فيه أبدا، ولا تقول فلان عنده وفلان ما عنده، ولا هذا سوى وهذا فعل وهذا ترك، ورب العالمين بيسر أمورك وبتغدي بخير وسهالة، والطاقة السلبية بتنسحب من جسمك. هذا اللي أنت تسويه وتقول، هذا قال وقيل وفلان عنده وفلان ما عنده وفلان ما، هذا هو اللي يجيب لك الطاقة السلبية ويخلي بكبدك مكنوزة كناز تازم تاكل في كبدك وتازم تاكل في عمرك. هي نعم يقولك فلان والله بسم الله شغادي ويهم الجلود شمنه، هذا من الطاقة السلبية اللي فيه شمنه يطحن عمره صبح ومساء. الراغب الناس ما تهم شو تبقى باللوادم، عندهم ما عندهم، حالتهم زينة ما بزينة، ولدهم بلا ولدهم ما بلا، شو يخصك فيهم؟ ما يخصك فيهم، تروك الذنب ولا معانق التوبة، فك عمرك من القال والقيل، ورب العالمين بيسحب الطاقة السلبية منك، لأنك كثر ما تطري العرب كل من يتيك الطاقة السلبية. كونوا إيجابي والعرب قد فنان قد زقرتي، حد من تشوف حد ماخذ إلا شيء، لازم تتنقم، أخ ما يتشاهد، أخ وليتك خدت الشيء الفلاني، ليتك خدت هذاك أخير عن هذا وهذاك يا أخي، صاير يخطبون البنت الفلاني، أفا ليتكم خبرتوني، أعرف بنت أخير عن هاي بلكو 600 ودية، لكن عاد شنقول عاد خلاص تراك ابتليت وحينه، كيف بيعيش حياة الرجال وتحقت ابتليته؟ ما بيعيش حياة هنية. ترى قلت ابتليته كسرت مياديف وجبت الطاقة السلبية اللي في ينبك وكبيت نفختها في وجه العرب، ترى مسارة وخطبة وخلصوا، شو تبي انت تعذر بالعرب حين هاي الساعة؟ عندك عامل شامبي قلت له سوي الشيء الفلاني، يا شامبي سوي الشيء الفلاني، خطف يوم كامل يوم جيته ولن مسوي بس 20 أو 25% من الشيء الفلاني، هذا لازم بيه، ما بقول له ليش ما سويت وليش ما كملت هذا شغل بساعتين خد في يومين، لا مشكور بارك الله فيك ما قصرت، شغل زين شغلك فنان وشغلك قوي وترتيبك ما شيء شراته. بهالطريقة انت بينت له الجانب الايجابي فيك وبيبذل جهد ما شيء كثرة. شوف انت الخير اللي عندك، هذا الخير اللي عندك، عندك سيارتين، عينك ترى على هذاك الرجال اللي عنده 4 سيارات وعنده 5 شركات و5 بيوت و16 مزرعة و4، شو تبى؟ شو تبى؟ مقابل بالمقابل شيء ناس ما عندهم السيارتين اللي عنده، ما عندهم حتى حمارة سيكل ما عنده، انت ها بخير عنه، هو التسعة وانت والتسعة، انت ما بخير عنه، لكن رب العالمين ارزقك هذا، انت لا تطالع المرزق، تراك انت الله رزقك سيارتين وغيرك ما الله رزقه حتى حمارتين. الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية موضوع يطول شرحه وموضوع طويل وله أول ما ينتهي لين تقوم نغط صالح، فلذلك كلنا أبويه يقنع باللي عنده باللي الله كاتب له، كان عنده ربي يقول الحمد لله، عنده 10 يقول الحمد لله، والابتسامة الابتسامة الإنجليز يقول لك تشيز وقت الصورة وتشيز وقت الصورة، ودوم أقول حق إبراهيم توفي تشيز يا إبراهيم وتشيز يا إبراهيم، وإبراهيم يسوي تسبقين والناس كلها تسوي تشيز، لكن أبوي اللي في كبده قيح واللي في كبده أبوي دمامل وقرح لو يسوي التشيز وهي مب من الخاطر ما تظهر من الخاطر، التشيز اللي مب من الخاطر تراها مب من الخاطر، مفروض تكون من الخاطر ما فيها تمثيل، حتى التشيز في تمثيل ما يستوي يا أبوي بارك الله فيكم. طرطنقي بنا بيت خوش رنقي سكن فيه، طرطنقي بنا بيت خوش رنقي سكن فيه، السلام عليكم. نكد والقرقعة والصدعة والديانة في البيت ها بعد فيه بالطاقة السلبية، النكد والحشرة والصدعة والديانة تقصف الأجل، تقصف الأجل والله يا أبوكي، أنها تحت الحايمات، الحايمات ها في شبد السماء، النكد هذا والصدع والديان والمعاير هذا يحت الحايمات، يقصف الأجل، يقصف العمر ويقصر الأجل. نعم فلازم لازم أنه يغدي مبتسم وبشوش يودر عنه التوتر، يودر عنه الصدع والديان، ورب العالمين بيسر أموره، تباركتوا بهالرحمة يعني، الله يبارك لكم إن شاء الله. السلام عليكم، عيدكم مبارك، كيف الحال؟ ليش تضحك؟ ليش تضحك؟ ليش تضحك انت؟ ليش سوي ضحك انت؟ عشان ماي؟
بويا ينا ضيف من بقعت البعيد تعال يا عد اسمك كامل من اولي لين اخره. زايد عبد الله غشام سعيد ابو الهادي ضالهم لي. مره ثانيه. زايد عبد الله غشام سعيد ابو الهادي ضالهم لي. مره ثالثه كل شوي. زايد عبد الله غشام سعيد عبد الهادي ضالهم لي. والله والنعم. انت عمامك عمامك هوامل وخوالك منصورين. خوالك مناصير. ايوه وعمامك هوامل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك. اي صف؟ ثامن. تعرف الاول احنا ثامن نسميه ثاني اعدادي صح؟ اي هذا مع ثامن وسابع وما ادري شو توه طايح. يلا اول خبر خلاص ممكن صراح؟ أه. ما بدك تحبني؟ عادي عادي وحين ما بتحب تبري. انت تنام تنام. انا طايح شويه. السلام عليكم. عليكم السلام. جيتوا عندي انا سيده حين ولا وين صلاح صرتوا؟ سيده يجي. زين زين شكرا جزيلا. زيد خذ خدمه وين؟ شو تريد حبيبي؟ خذ خدمه. شو تبي حر صلاح؟ دواء بابا. هذا انا بنت شحن بجاويك. انا بكب. صحة دوها اشكال وانواع الصحة. هذا من اللي جاي لنا امس. الصقعي بعطيك هلك هاي تروح بتنقالك كم أكبر هذا؟ وين دوام بيبي؟ هناك حبيبي. كل نوم نوم نوم؟ لا ما حد نام أنا أخذت النوم عنهم كلهم اليوم. من الفطار دوخت. يبغى حينو؟ عيب. عيب. خلص القهوة اللي في ديك. علب عقب لحج على الحليب. اسميك الحين؟ هي ايش اسوله بمي؟ ما تبغيني اصورك؟ لا ليش؟ بشي يوم تاكل عشان حصه ما تشوفها؟ اي شوفها. لا لا ما تشوف الحين ما تشوفها. ترى ما بياكل بقاع. ما بياكل صلاح ما بياكل بيشرب بس بيتقهوى بس صلاح. قهوه وحليب. بقاع ما بياكل. خالدي مساك الله بالخير. وياك احمد اليماحي قناة ابو ظبي كان تذكرني سافرنا الفلبين ويا الهلال والعراق عساك على القوة اخوي يوعتنا يا الخالدي يوعتنا تشوف ما شاء الله الطبخ الطيب الله يحفظك يسر دربك يا رب. الحين شو تحاتي؟ طيارة الساعة 8 في الليل اللي هي ثاني يوم العيد ها؟ نزيد هي عداد دريشة نفس الشيء أنا بعد عداد دريشة أنت قدام وأنا وراء زين كلنا بنرقد عداد الدريشة من أول ما طير الطيارة بنرقد لين نوصل هناك تبيبوا الكرسي ولا شو كرسي أحسن كرسي أحسن نفس الشيء أنا كرسي بيبلك أنت كرسي وحق إبراهيم كرسي عرفت إبراهيم بيصير ويانا عرفت من إبراهيم أي واحد إبراهيم أول كده هي هو هذا إبراهيم دب دب هذا ابراهيم إيه. عرفته؟ إيه. صح؟ إيه. وهناك يوم بنمشي بخلي ابراهيم يدزك بعد. إيه. ساعات انت تدز ابراهيم بس كسيكل إيه. وساعات انت نش وخلي ودز ابراهيم. إيه. شو رايك؟ إيه. شكرا. يعني يمكن ألف ادمي شيء موجود، يمكن السلام عليكم. الله يسلمك، يمكن ألف ادمي شيء موجود في الجيم اليوم. ما شاء الله الجيم اليوم في الليل عينه. في الليل عينه ما شيء مكان. والله يا ابو ان الياهل صغيروني شيل اثر عن هالوزن شوف هذا وزن بالله عليك هذا وزن الحين يا فضايحك يا ربي ثمانية يا ابو 80 180 160 وقت الميلة سعادة هنا وقت الميلة وحين هذه وحين يأتي أيهم حين الساعة 11 نصف ناش نصف الميلة اسمان زور خلق الله ما خلق ما رب تصور هذا مرزوق ويا كان في البحر ثلاثة أيام وهذا فارس وهذا محمد وهذا راشد كلهم عيال هالرجال الله يحفظهم هذا مدير أعمال هذا 93
إيه كم من سنة ذهب عندها هذا أحمد بن الشيبة البيسي هذا أكوي هذا ولده أقولكم ثبتنا الحجز إن شاء الله سيرتنا ثاني العيد ثاني العيد طيارة الساعة 10 في الليل كانها ظني ثاني العيد ونوصل الصبح نزيد وبس بنعزم أبويا يومنا الطويل هنا ثاني العيد ثالث ورابع بنسير الثلاثة وبرد الثلاثة إذا الله جعلنا بالحيين بنسير الثلاثة وبرد الثلاثة هي نعم هي نعم وهلال باكر يبانا إن شاء الله باكر بنفطر بنتوكل على الله وهلال بن محمد يبانا باكر نسير نسير على الجماعة في العيد إن شاء الله إذا الله جعلنا بالحيين وين رايح ثاني ليش؟ بسير بانكوك بانكوك كل واحد يغوص كل واحد ما يقول هو أن سيف هذا سيف بن عبد الله يقول هو أن يشابه تحكم هذا اللي ورده الفنان يشابه هذاك طه سيف رايح ها هبا لايك يا ويلك كل هالعرب ياسه عادي كل هالعرب ياسه عادي لها يا بوك عيونك عيونك الله الله في عمرك الطويل ما ادري الاخبار لا اختفى علي هو راوي الاخبار اختفى علي ترى يدورني انا حين هو مسوي لك ها مسويت لك بلوك سويت لي بلوك هي نعم ما ادري ما يستلي هذا لا خليت منك يا الطويل لا والله ما يطيع زينك حط اسمه زين حط اسمي بظهر بظهر انا ذي قدامك على الطبيعه لا على الطبيعه قدامك تابع مني مرزوق هذا الرجال هنا والله يا اخي الرجال ما اعرفه بالضبط بس اني اضيف يا ريت والله مرحبا ابو وسهلا سلطان سلطان هذاك الرجال منو واللي هي تعال خالد لحظه ها ايش فارس ها فارس انا بن عبد الله هذا فارس بعد هذا اللي عدال بالسفره تكذب سوينا عليه زوم محمد حمد هذاك حمد بن حمد والثاني محمد هي هي هذاك حمد بن احمد هذا اللي عداله حمد هي منو فارس بن سهيل هي والله مليون والنعم 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 هب هذا ليه ماخذ سيف الشرف اخوه احمد والله مليون والنعم الله يحفظك والله ابرك من ساعه اشوفك ما شاء الله عليك فنان يا ابو ما شاء الله عليك فنان انت معرس زين يا ابوك سويت ترى معرس ابوي ها تحملها بتحرن ابوي يا معرس اي والله معرس الحمد لله الله يرزق جهد بدر الصالحه